عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هاد النهار نقدموا فلقناوه اللوبيه الحمراء، واحد الروتين جديد، ونبشركم بروكا وصحيحه وسلامه، وباش كنتمنوا ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا وبالشفاء للجميع ان شاء الله باذن الله وبجميع التمنيات، ويدخلوا عليكم بالصحيحه والسلامه، وباش كتمنوا في حياتكم ان شاء الله باذن الله. هذا النهار واحد الروتين جديد، نبداو معكم ان شاء الله بالمقادير. انا غنحط هنا شويه ديال الفلفله، يعني اللوبيه الحمراء والفلفله، كل واحد شوف يديرها. عندي هنايا حته ديال مطيشه محكوكه، عندي بصله مقرده طريفات، عندي فيها جوج كنات ديال الثومه. انا صراحه يعني مضروبه قطعت كلشي مع بعضيات، هي مطيشه اللي حكيتها صايده الثوم قطعتها طريفات صغيرين. نبداو ان شاء الله على بركه الله. غنضيف هاد القزبر ومعدنوس، حتى هو اللي قطعتو هكا طريفات، حتى هو غي قطعتو مدقيتو ما والو، على هاد اللوبية ديالنا. وعندنا كاس ديال الزيت، يعني مخلط رومية وبلدية بطبيعة الحال كالعادة. أنا ديما الزيت حقيقة عندي رومية وبلدية. غنبداو إن شاء الله بالتوابل. عندنا الفلفلة حمرا، هي شوية شوية ماشي بزاف، حيت هي أصلا هاد اللوبية حمرا. عندنا الخرقوم، نص معلقة، يعني كلشي نص معلقة. أنا عندي هنايا زعما هي شوية ماشي بزاف، كل واحد اللي كيكون عنده كمية كبيرة كيدير يعني التوابل زايد. عندي هنا نص معلقة ديال البزار، عندي هنايا نص معلقة ديال السكنجبير، حتى هي معمرة بزاف. عندي الملحة، عندي معلقة ديال الملحة. الملحة ديما على حسب الذوق، انا ما نقدش نحكم هنا الملحة، يعني كاين اللي كيدير الملحة بزايد، كاين اللي كيبغي الملوحية، كاين اللي ما كيبغيش. يعني درنا هنا ديك العطرية ديالنا، نرجعو هاد الصوم. هي الشرميلة ديالنا ديال اللوبيا، درنا داكشي كله مع بعضياتو. نديرو لها شوية ديما نرويوها الماء، صراحة نقفلو عليها في مرة، ما نخليوها لا تقل لا والو، انا نخلطو ونديرو لها الماء ونقفلو عليها في مرة. هانتوما معانا تنخويو عليها شوية الماء، نديرو لها مويها، نرويو داكشي كامل قبل اللوبيا ديالنا، بلا ما نبقاو كل مرة نحلو نزيدو عليها الماء. انا هنا درت لها الماء الكافي، نشعلو لها دابا البوطة. الصراحة راني صبتها معطلة شي شوية، حيت صبحنا هاد الصباح راكي عارفين الحمد لله العيد قرب، دابا كتكون هي تمارة وجري عليا نجري عليك. درت صبنت واحد الريدويات، نحط اللوبية ديالي هنايا طيب على البوطة. نشارك معكم واحد المواعين ان شاء الله، نجمع المواعين يعني نحكم مناسبة العيد. الكوكوط راني حكيتها هي الاولى عطست فيها، هانتوما خرجت كتشعل حزيات عليك شي شويه، حكيتها الصراحه عاد نصبت فيها الغدا. وغنشارك معكم واحد المواعين، غنحكو ما عنديش انا بزاف، يعني كميه قليله المواعين ماشي بزاف، ما عنديش المواعين ديال الالمنيو وبونيكس بزاف. انا فقت في الصباح بكري، فطرت وليداتي، فطرنا نتجمعت الدار، يعني سيقنا خمنا، حيت واحد الريدويات صبنتهم كانوا عندي معلقين، حيتهم صبنتهم صراحه، خرجتهم من الماكينه وليت رجعتهم لبلاصتهم، ما خليتهمش ما ينشرتهم ما والو، مع دابا الصهد والحراره علقتهم نيشان، وليت علقتهم بلاصتهم بلا ما يعني بلا ما يلبسوا ما والو، كيخرجوا اصلا من الماكينه يابسين. من بعد ما نصبنا الغديوه ديالنا حطيناها الطيب، درنا اللوبيه ديالنا الطيب، هما المواعن اللي جمعتها نحكم، ما عنديش حقيقه بزاف هادشي اللي عندي، هما فين حطيتهم هنايا، هادشي اللي عندي هي شي حاجه قليله ما عنديش بزاف. يعني الكوكوط خلاص راني حكيتها، هي الاولى بديت بيها، صبقت بيها باش نصبت فيها الغداء، وهادشي هو اللي كاين ان شاء الله هنحكو. وبقاو معنا ان شاء الله باذن الله. دابا راه يعني الظهر اتنات كبيره، راه مشى الحال شويه، غنمشي ان شاء الله باذن الله نصلي الظهر وداك نرجع باش نحكم. وبقاو معنا ان شاء الله باذن الله.
هما البنات المعنين ديالنا بعد ما سالينهم بالحكام، احنا صراحة تغطلنا وساليتهم وجانا الموت ديال الجوع. هما فين هما؟ ما عنديش بزاف كمية قليلة، ما جيت نساليهم بالحكام لقيت الغداء هو هذاك طاب، جيت مع الغداء حطيت الغداء يطيب وجلست كنحك المعنات ديالي. بعد ما ساليتهم بالحكام لقيت الغداء ديالي طاب. ديالنا اللي وجدتنا معاكم هي طابت وجات هذيك المريقة مخاترة وجات ملبية صراحة. راه جانا واحد الجوع مع الحل، راه مشى الحقيقة معهم واحد جوج طبيصلات ديال الزغلوك ديال الدنجال وشوية ديال البطيخ، وإن شاء الله بإذن الله هنتغداو. والسلام عليكم، باي باي عليكم، وشكرا لكم، وما تنسوناش من البارطاج واللايك وديروا ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. وعواشركم مبروكة وعيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة، وباش كتمنوا إن شاء الله بإذن الله. ومع السلامة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.